أهلا بكم. وصفة اليوم أعملها لما أكون مستعجلة وحابة أعمل أكلة حلوة وسريعة وما تتطلب أي مجهود. وصفتنا هي كفتة داود باشا اللي تتحضر بعدة طرق، بس أنا راح أحضرها لكم اليوم بطريقة مميزة وقوام مضبوط جدا. طعمها حلو كثير، سهلة وخفيفة وما تاخذ أي وقت. نبدأ بتحضير كرات اللحم. نحتاج 500 غرام من اللحم المفروم، ممكن يكون لحم غنم أو بقر أو مخلوط بين الاثنين، بصلة كبيرة مقطعة ناعم مع ربع كوب بقدونس. الإضافة المميزة اللي راح نخليها هي ملعقتين طعام طحين الرز، يعطي طعم وقوام حلو كثير للكرات. والتوابل اللي حنستعملها هي ربع ملعقة فلفل أسود، ربع ملعقة دارسين، والدارسين هو أساسي في الوصفة، ونصف ملعقة سبع بهار أو البهارات المشكلة. بعدها نضيف الملح حسب الرغبة طبعا، ونبدي نعجن بالإيد، نعجن إلى أن تتشكل العجينة وتتماسك المكونات مع بعض. نشكل الكفتة الكرات متوسطة بالحجم ونضغط عليها حتى تكون متماسكة. من هاي الكمية حصلت على 22 كرة. وبعد ما ننتهي من تشكيل الكرات ممكن ندخلها للثلاجة حتى تتماسك أكثر، إلى أن نحضر الصلصة اللي راح نطبخ بها الكرات. في مقلاة كبيرة وعلى نار متوسطة نسخن حوالي ربع كوب زيت، ونضيف الكرات بحيث تاخذ صدمة وتتحمر من كل الجهات. نقلب الكرات بهدوء ونحركها حتى تتحمر. بعد ما تتحمر الكفتة نشيلها من المقلاة ونخليها على جنب. وبنفس المقلاة نضيف بصلة كبيرة مقطعة شرائح، نحركها حتى تتحمر في الزيت. نضيف نص ملعقة ملح، الملح يساعد البصل انه يذبل ويكون طري اكثر. ونضيف فصين ثوم صغار او فص واحد كبير مهروس ناعم، ملعقة كبيرة معجون الطماطم، ونحرك مع بعض حتى تمتزج. نضيف كوب من الطماطم المهروسة، نخلط مع بعض، ونضيف ملعقة كوب من طحين الرز اللي حيخلي طعم وقوام الصلصة مضبوط جدا. نضيف كوبين من الماء، وممكن يكون ساخن أو بدرجة حرارة الغرفة. نحرك ونضيف التوابل، ربع ملعقة فلفل أسود، ربع ملعقة دارسين، ونصف ملعقة من البهارات المشكلة أو السبع بهار. نضيف رشة من الملح، نوازن الطعم ونحرك مع بعض. لما تبدي الصلصة تغلي نضيف الكرات، كرات الكفتة. نحرك الكفتة حتى تتغطى بالصلصة من كل الجهات، نغطيها ونتركها على نار هادئة تستوي، تأخذ حوالي 10 إلى 15 دقيقة. وبهذا تكون كفتة داود باشا صارت جاهزة للتقديم. أزينها بس برشة من البقدونس. خلال وقت قصير بدون مجهود حصلت على أحلى وجبة غداء. طعم الصوص، طعم الكرات مضبوط جدا. أحلى طريقة أقدمها بها هي أنه أقدمها جنب الرز. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. المقادير راح أتركها كالعادة في صندوق الوصف. أشوفكم على خير في فيديو قريب جاي. ألف عافية.